السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حابة أشرح تيبل 6.1 لأني حسيت أنه مهم. تمام، يقول لك هنا الميجر distinctions among the three domains of life، بما معنى الفروقات أو الأشياء اللي تميز كل دومين عن الثانية. تمام، عشان نسترجع، إحنا عندنا كم دومين؟ عندنا 1 البكتيريا، 2 الأركيا، 3 اليوكاريا. تمام، نجي عند إيش؟ نجي عند اللي هو اليوني سيليولاريتي. إيش يعني يوني سيليولاريتي؟ يعني هل الخلية هذه وحيدة ولا مي وحيدة؟ وحيدة، خلية or not، هذا هي. عشان ما ألخبطكم خلينا كده. تمام، البكتيريا أيوة وحيدة خلية، الأركيا أيوة وحيدة خلية، اليوكاريا بعضها وحيدة وبعضها ملتي. اليوكاريا البعض يقصد فيها طحالب، تمام، الألجي يعني، كإنفورميشن زيادة. مالتي سيلولر زي مين؟ زي البقية، اللي هم أول حاجة عندنا اللي هم الأنيميليا. طيب، أو خلينا نقول لا، مو أنيميليا، أنيميليا تعتبر نقول أيوة الأنيميليا. تمام، ثاني حاجة اللي هم البلانتيا. تمام، ثالث حاجة اللي هم الفنجس. رابع حاجة البروتست. تمام، أو نقول لها الألجي، لأنه هي أغلب الأوليات تعتبر إيش؟ تعتبر طحالب، لكن الأصح إنه إحنا نقول إن هي بروتست اللي هي أوليات. تمام، فذولا يعتبروا حتى البروتست بعضها ملتي وبعضها يوني. السم هذه تخص بس البروتست، حلو، لكن البقية كلها ملتي ملتي ملتي. مستحيل تجي الأنيميليا يوني، مستحيل البلانتيا تجي يوني، فاهمين؟ أما المولد، إلا المولد برضو تجي، تقدر تجي يوني، يوني سيليلر، وحيدة خلية. طيب نرجع، طيب نبغى نشوف الميمبرين ليبيد. تمام، نبغى نشوف الغشاء الليبيدي. من ايش البكتيريا مكونة اغشيتها؟ طبعا اوكي، من ايش تتكون؟ تتكون من فوسفوليبيد وانبرانشد، بمعنى ما هي متفرعة. طيب، الممبرين ليبيدز في الاركيا varied branched lipids، متفرعة وليبيدية، ما هي فوسفو. تمام، ليبيدز عادي. اليوكاريا فوسفوليبيدز وانبرانشد، زي مين؟ زي البكتيريا. هنا صار في تشابه، صح؟ صح. طيب نبغى نشوف السيل وول. تمام، السيل وول اللي هو جدار الخلية، هذه الخلية وهذا جدارة، هنا نواة، هذا جدار سيل وول. السيل وول هالجدار، هل البكتيريا عندها سيل وول؟ يس. من ايش مكون؟ مرة مهم، مرة مهم نعرف من ايش متكون. من بيبتيدو جلايكان او بيبتيدو جلايكان. طيب، هل الاركيا عندها سيل وول؟ يس عندها، ولكن نو بيبتيدو جلايكان، ما عندها بيبتيدو جلايكان. هذا اللي يميز الاركيا، انه جدارها عنده جدار بس مو مكون من بيبتيدو جلايكان، مكون من نوع ثاني ما حيتطرقوا له، لو اتطرقوا نقوله، لكن ما اتطرقوا له، ممكن في الشباتر الثانيه تاخذوه. طيب، هل اليوكاريا عندها سيل وول؟ يس عندها، بعضها عندها بعضها ما عندها، لكن هل الانيمالز عندهم سيل وول؟ يس، سوري،
يا الانيمال يا النبات ما عندهم. اكيد هنا في باين في الجدول. اوكي ما تطرقوا له، حلو خلاص ما نبغى. تمام، فعندنا نكمل. النوكليير انفلوب، هل النواة عندها غشاء؟ النواة هذه اللي قلت لكم عليها هل عندها غشاء ولا ما عندها؟ في البكتيريا نو، في الاركيا نو، في اليوكاريا يس. تمام طيب نشوف الممبرين باوندد اورجانيلز، هل العضيات جوا عندها ممبرين؟ العضيات هل عندها ممبرين ثاني فوق السيل وول وفوق المدري ايه؟ فاهمين؟ البكتيريا نو، الاركيا نو، اليوكاريا يس عندها. الرايبوزومز المسؤولة عن تصنيع الار ان اي عشان تكمل عملية الدي ان اي ويصير التضاعف. معليش سدحت معلومة، ان شاء الله انها ما لخبطتكم. الرايبوزومز، هل في رايبوزومات في البكتيريا؟ يس. هل في رايبوزومز في الاركيا؟ يس. هل في رايبوزومز في اليوكاريا؟ اوف كورس. تمام، لانه كلها فيها دي ان اي لكن تختلف يعني سنجل اور ستراند اور دبل اور ما ادري. طيب الانترونز، في انترونز في البكتيريا؟ نو. في انترونز في الاركيا؟ نو يس. اوكي يعني سم. هل في انترونز في اليوكاريا؟ اوف كورس. تمام ان شاء الله اني عديت على الجدول. طيب نشوف الجدول الثاني تيبل 6.2، مره مهم، باين انه مره مهم. نبدا من فين؟ طبعا احنا عندنا الدومين، طبعا هذا حق ايش؟ هذه الدومين حقت مين؟ حقتنا اليو كاري. نركز. تمام، اللي من اول اقول لكم عليها كذا، ها بلانت انيمال الجي بروتست فنجس. تمام ناخذها واحده واحده. طبعا هو جامع الاثنين مع بعض في الاشياء المتشابهه، البكتيريا والاركيا. تمام، حط هذه التشابه، اشياء كلها متشابهه عندهم ما بين هذه التشابه لو بتدوروا او بتسووا جدول ثاني. طيب نكمل في الدومين يوكاريا. التايب اوف سيل، التايب اوف سيل عند اليوكاريا في البروتست يعتبر يوكاريوتيك معروفه. طيب في الفانجاي فطريات يوكاريوتيك، في البلانتيا يوكاريوتيك، في الانيميليا يوكاريوتيك. بمعنى هذه حقيقية نواة. تمام، كلهم يوكاريوتيك. هذا التايب اوف سيل، ايش نوع الخلية نفسها؟ حقيقية، النواة حقتها حقيقية، ما هي بدائية. طيب الكومبلكسيتي اللي هي هل هي وحيدة ولا ملتي ولا ايش؟ فأنا قلت لكم انه اغلب اليوكاريا تكون ملتي. طيب لكن الفنجاي والبروتست في عندها يوني. تمام، ها هو في يوني، هنا في يوني على خفيف، هنا شوفوا يوجبل لانه في فنجاي نوع المولد نوع معين يكون يونيسيلر اللي هو وحيد خلية. هل هو وحيد خلية ولا مو وحيد خلية؟ التايب اوف النيوتريشن، تمام التايب اوف النيوتريشن اللي هو طريقة التغذية او الاغذية. في البروتست بعضها فوتوسينثيتك، بعضها هيتيروتروفيك. تمام، فوتوسينثيتك زي الطحالب، البقية تعتبر هيتيرو زي البراميسيوم مثلا وزي كذا. في الفانجاي هيتيروتروفيك، هيتيروتروفيك كيف؟ باي ابزوربشن،
بمعنى ما تعتمد على الشيء على الغذاء، تعتمد على غذاء برا منها، يعني هي لازم تاكل من برا مو من جواها تسوي غذائها، فاهمين؟ طيب الكينغدوم بلانتيا معروف، البلانتيا تسوي غذائها بنفسها كيف؟ اوتو، هذا المقطع اوتو يعني تلقائي، تمام؟ فتلقائيا تسوي اكلها بنفسها باي عمليه بالضبط؟ بالفوتوسينثيسيس اللي هي البناء الضوئي. حلو حلو. الانيمال كيف؟ برضو هيتيروتروفيك، يعتمد على برا منه الاكل. بايش؟ بالبلع، بلع بلع انجستشن. الموتايلتي معناته حركه الخليه او الحركه، او الحركه بشكل عام. البروتست بفلاجيلا اور سيليا، زي الاصوات، هذه زي الاصوات كذا لها شكل معين. سيليا زي الشعيرات باطراف الخليه تكون، يعني مثلا عندنا في نوع من الاشريشيا كولاي، هي معلش هذه بكتيريا، طيب مو مشكله. طيب لانه طيب خلاص نقول طحلب مثلا، طحلب هذا شكله، طيب عنده زي كذا، هذه يعتبر زي الذيل، لكن الذيل هذا يسمى فلاجيلا صوت. طيب لو قلنا طحلب كذا شكله، بس عنده اشياء زي كذا صغيرة، طبعا هذا كله imagination، هذا كله ما مو كذا يترسم، بس انا عشان ابسطها لكم. هذه الشعيرات البسيطة اسمها شعيرات، اللي هي السيليا. تمام، شعيرات، عرفتوا؟ طيب الموتايلتي في الفنجاي، هل الفنجاي الفنجس عمركم شفتوا فنجس يتحرك؟ نو. سو نان موتايل، نان يعني نات، نات نان يعني نو يعني لا، فاهمين؟ نان موتايل غير متحرك. هل البلانتيا قد شفتوا؟ لا برضو نو. الانيميليا طبعا طبعا انها تتحرك، تتحرك بايش؟ بالفايبرز. ايش الفايبرز هذه؟ زي العضلات، عضلات نقول عضلات خلاص. اللايف سايكل، دورة الحياة، هل البروتست عنده دورة حياة؟ أكيد. هل الفنجاي عندها دورة حياة؟ أيوة، دورة حياتها هابلويد، هابلويد بمعنى، أجيب لكم إياه بالعربي دقيقة. طب نكمل بلانتيا بعدين نرجع للفنجاي. بلانتيا هل عندها لايف اوف سايكل؟ أكيد. ايش عندها؟ عندها alternation of generation، يعني نفس الجيل يتعاد ويتعاد ويتعاد ويتعاد، زي التمر سنة بعد سنة، في جيل بعد جيل، لكن التمرة نفسها، العجوة نفسها، النخلة نفسها ما بتتغير. طيب الكينغدم انيميليا دايبلويد، حجيكم بهابلويد ودايبلويد ايش يعني. هنا يلا، ايش يعني دايبلويد؟ دايبلويد وايش يعني هابلويد؟ تمام. يعني الكروموزوم، تمام، انا ما انتم مو متطرقين لها، فانا ما ابغى نطرق بابها. طيب خلاص نقول انه هذا احادي، احادي العدد، وهذا ثنائي العدد. كيف عرفنا؟ هذا داي داي، وهذا
ها فلويد. من هذا المقطع ها واحد داي اثنين داي دايمن داي دايمن مقطع الاثنين ها دايمن مقطع لون تمام. فتعرفوا مين الهابيلويد اللي هو الفانجاي، مين الدايبلويد اكيد الانيمال، دايما احنا دايبلويد دايما. طيب نيجي لثالث حاجة اللي هي الانترنال بروتكشن اوف زايجوت. كيف البروتكشن يصير؟ هل في بروتكشن للزايجوت؟ هل احنا في مشيمة او حاجة نحفظ فيها؟ هل الاوليات عندها؟ لا. هل الفانجاي عندها؟ لا. هل البلانتي عندهم؟ يس. زي مين؟ زي الصنوبر، عندها حافظة معينة تحط فيها الزايجوت. طيب شجار الصنوبر. الكينغدم أناميليا هل عندنا؟ يس عندنا، زي كل الثدييات، كنغر، إنسان، فيل، كلها. And that's it. بالتوفيق.